We will now hear from His Excellency Mr. Ibrahim Al-Jafari, Minister of Foreign Affairs of Iraq. Mr. Minister, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون، السادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لأن لدينا شعورا مشتركا بالمسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الجميع وحشد الجهود الدولية في محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها للشعب السوري والمستمرة منذ أكثر من 5 سنوات. التحدي الكبير بشأن موضوع اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري. ينعقد الاجتماع الرابع للمانحين ولهيب الكارثة الإنسانية لا يزال مشتعلا في سوريا، حاصدا معها عشرات الآلاف من الأبرياء مشردا ومهجرا الملايين من السوريين نتيجة الصراع الدائم وبسبب ما تركه الإرهاب من داعش والنصر من خراب ودمار. تعتبر الأزمة السورية وقضية اللاجئين أكبر كارثة إنسانية في وقتنا المعاصر، إذ يشهد العالم اليوم وجود أكبر مجتمع لاجئ وهو المجتمع السوري، حيث يوجد ما يقرب من 4.5 ملايين لاجئ سوري و6 ملايين نازح في ظل ظروف وأوضاع معيشية مأساوية. كما حرم مليونان من الأطفال اللاجئين دون سن 18 عام حقوقهم التعليمية والصحية، الأمر الذي يهدد جيلا كاملا، علاوة عن تزايد أعداد القتلى منذ اندلاع الأزمة في سوريا. وأنا متأكد بأنه خلال كلمتي هذه فأن هناك مقتولا ومهجرا ولاجئا ونازحا في سوريا. من استمرار الصراع في سوريا يولد المزيد من قتل الأبرياء ويزيد من معاناة اللاجئين السوريين. لذا فالحل السياسي السلمي هو الحل الأمثل والأنسب لإنهاء الأزمة في سوريا ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب السوري، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الصراع في سوريا وتطبيق ما جاء بقرار مجلس الأمن 2254/2015. نجتمع اليوم من أجل تقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، وقد بادر العراق منذ بداية الأزمة السورية لتقديم المساعدات للاجئين. يوجد في العراق أكثر من 250,000 لاجئ، قدم لهم العراق المعونة الإنسانية كما تبرع العراق في المؤتمر الأول للدول المانحة لمساعدة اللاجئين السوريين منعقد في الكويت في كانون الثاني 2013 مبلغ 10 ملايين دولار، وتبرع كذلك 13 مليون دولار في المؤتمر الثاني المنعقد في دولة الكويت، وكذلك في عام 2014 وخصص جزءا من ميزانية الطوارئ 2013 لدعم اللاجئين السوريين. أيها الحضور الكرام، في حزيران 2014 تعرض العراق إلى هجمة من قبل عصابات داعش الإرهابية أدت إلى سقوط بعض المناطق ونزوح الكثير من المواطنين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية، إذ يوجد ما يقرب 3.5 مليون نازح في العراق وأكثر من 350,000 لاجئ عراقي متواجدين في الخارج. وانعكست هذه الأوضاع الأمنية على الاقتصاد العراقي، سيما الانخفاض الشديد الذي يشهده سوق النفط العالمي. أيها المستمعون الأكارم، ما يشهده العالم اليوم من أوضاع أمنية واقتصادية سيما العراق وسوريا هو نتيجة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطق في العراق وسوريا. وللحد من معاناة اللاجئين ينبغي أن تكون هناك جدية من قبل المجتمع الدولي في محاربة داعش الإرهابية. أوجه رسالة إنسانية مفادها لابد أن تجعل شعوب الضحية في سوريا والعراق ليشهدوا من خلال مساعداتكم الإحسان باسم بلدانكم رغم ما شاهدوه من إساءة الدواعش الذي حمل بعضهم جنسيات بلدانكم ظلما وزورا. إيقاف مكان الموت والتشويه مهم جدا. صحيح
أن التمويل والمساعدات التي تعني بتطوير القطاعات الإنسانية المهمة والحيوية في مسألة الأمن والمدارس والمستشفيات مهمة، لكن التفكير الجدي بإيقاف ماكنة الموت أمر مهم. في الختام أكرر شكري متمنيا لكم التوفيق والنجاح لجهودكم المثمرة في دعم هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.